هذا هيك الجلسة الخارجية، وهون الممشى الخاص بالأشخاص، وهون البوابة، وهون في حديقة. يوجد بمقابل المدخل نافورة عصرية راقصة على إيقاع بعض الأغاني المختارة. يتألف المبنى من 15,000 متر مربع من ورق الفولاذ الذهبي المقلبم المقاوم للصدى. تم استعمال 9,900 متر مكعب من الخرسانة و 2,000 طن من الفولاذ. ولا ننسى الجمال الرائع للبرواز وقت الغروب. هنا استعراض لأبرز الأمور التراثية والحرف اليدوية والعادات الأصيلة. وهنا أهم عبارات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ودائما لابد من المغامرة، لذلك هنا مشي فوق ممر زجاجي بارتفاع قرابة 145 متر من سطح الأرض. وهنا لقطة لدبي الحديثة باتجاه جهة الجنوب. وهذه اللقطات لدبي القديمة الواقعة جهة الشمال. هاي هون انت بتدورها عشان تصنع واحدة من الاشكال هاي، طبعا مقابل مبلغ مالي. وهنا تجربة النزول بالمصعد الذي يصل للقمة بمدة زمنية لا تتجاوز 75 ثانية. ميرور هون لايت، هاد زي الاكل لك. هنا مدخل لفيو كتير حلو لدبي المستقبل. وهنا رؤية دبي للمستقبل، حيث يوجد حلول بالنقل ودخول عالم الروبوتات في الحياة اليومية والحفاظ على البيئة والعديد من الأمور الأخرى. فيو جميل جدا. هاي النافورة برضو راقصة، وهاي الإضاءة الجميلة اللي في موجودة في برواز دبي، راح نعمل فوكس أكثر عليها.